جولي ميداني برفقة رائد محمد العلي على جبهة ريف حلب الشمالي. شفنا على التصوير بتاع المرة على فكرة صورة بتاع المرة بتاع الشيخ فيه كله عمله كبيرة هيك ورا وهي موشك وهي كتلة نارية هذا الغطاء تفضل فهمك يا منتي تفضل شاف التصوير شاف التصوير هاي نضربهم ما بنفطرنا يعني ها مو رز ضو بس نحن ندخل لجوا انت بتعرف مين ربيت هي وين؟ نحن ربينا تحت من المنصور تبدنا نشوف كل اللي هيك فاهم طلع هلا من هون في حركات سيارات بوصلوا لعند هذا المصنع المحروق تاني اقول عبينا له بس على ناصر عساكر دبابه ما قرب دبابه مبين عليها Thank you.
من هون وضع حد دبابة ليك لا بيني مبين شيخ ليك لا الدبابة من هون مبيني مبيني الدبابة نظامية واضحة كلها عندي هون بس في قدامها هاي التريلا على يسار ايه على يسار التريلا يعني ما بتصل لنا المكان يعني بعيقه هلا ما بعيقه لا كان بشوف الدبابه كلها مبين اذا هلا مكان الرمي هون الاسئله عبده كان هون المسافه جاي والله ما بحركه الدبابه ها انتبهوا ل بعد هلا اللي بده يروح يصطاد لازم يروح يصطاد واحد مشان